السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادس ألف وباء ماما. نزلت لكم شرح مع الزمن الماضي البسيط وشرحته بالألف والباء، بس أشوفكم بعدكم ما مسيطرين، لأن مثل ما تعرفون وقت الدرس صار كلش قصير، والإنجليزي ما يراد له درس قصير ولا يراد له الهوسة اللي موجودة بالصف. يعني شقد ما أحاول أرتبكم بس أنتو يعني ما أعرف مدى تجون بالطريق. عموما خلينا هسه احنا نشرح زمن الماضي البسيط وحتى تفهمونه بالبيت، اوكي؟ وان شاء الله نكمل التمارين، باقي التمارين والواجبات نكملها بالصف. عليكم تضبطون الزمن الماضي البسيط حتى اتحول المادة اخرى، اوكي؟ عندي ترتيب الجملة، ترتيب الجملة في زمن الماضي البسيط: فاعل اللي هو السبجكت اللي هن ضمائر الفاعل، عندنا سبعة: I, we, you, they, he, she, it، أوكي؟ ومن ضمنها أكيد الأسماء، مثلا أحمد، علي، زينة، أوكي؟ My father, my mother, my sister, my friend, my family، تمام؟ زائد فعل أحوله للماضي، والأفعال عندنا خير من الله وهسه راح ناخذهم، أوكي؟ بتحويل الفعل من مضارع إلى ماضي، وتكملة الجملة، تكملة الجملة الكومبليت اللي قلتكم عليها، أوكي؟ مثل we played for 5 hours، we played for 5 hours. أحيانا نضيف للجملة ظرف ماضي يدل على الماضي، وظروف الماضي هي yesterday, ago, last، أوكي؟ last ونكمل last night مثلا، last week، last year، last العفو summer، last winter. we played football yesterday، هذه الوي فاعل، played الفعل حولناه ماضي، football تكملة الجملة، yesterday ظرف الزمان، ظرف الزمان، دلالة زمنية تدل على أن الجملة في الزمن الماضي. يعني مثلا مثلا we فراغ football yesterday، موجودة play وموجودة played، أوكي؟ شنو أختار؟ أكيد راح أختار البلايد. ليش؟ لأن عندي دلالة زمنية اللي هي yesterday. لتحويل أي فعل عادي إلى ماضي نضيف إليه ED مع مراعاة التغييرات لبعض الأفعال عند الإضافة، أوكي؟ هنا نرجو الانتباه أن النفي أي جملة في زمن الماضي يستخدم did. يعني قلت لكم جملة ما بيها فعل مساعد، جملة ما بيها فعل مساعد ش أجيب لها من عندي؟ إذا في حالة المضارع do does، ويصير النفي don't و doesn't. لكن إما إذا في حالة الماضي صير did، وأضيف لها not صير didn't، تمام؟ وارجع الفعل إلى وضعه الأصلي، نرجع الفعل الماضي إلى وضعه الأصلي. I played football نفسه فاعل، فعل ماضي، تكملة الجملة. أريد أن فيها قلت لكم شو أجيب؟ مادام played إذن هي ماضي، أجيب do does لو أجيب did؟ أجيب did، نفيتها didn't. مادام جبت didn't زين إذا انسحب الفعل، انسحب الماضي من الفعل الرئيسي، رجع الفعل إلى مصدره الأصلي. I didn't play football، تمام؟ Did you play football؟
Did you play football؟ هذه حالة استفهامية، قدمت الفعل المساعد على الفاعل، والفعل الرئيسي مصدر. ليش؟ لأن إجا did فعل مساعد يدل على أن الجملة زمن ماضي، إذا ماكو داعي بعد أخلي هنا الـ ed. تمام؟ أرجو انتباه على أن الفعل stop يأتي بعده ing في حالة حال love like، مثل I didn't stop playing. play لو playing playing. هنا أنا مثلا love like، مثلا I like مثلا singing، أنا أحب الغناء. هنا I didn't stop playing، أنا لن أتوقف عن اللعب. فهمتيني؟ هنا عندنا كيف نحول الأفعال إلى ماضي. هذه نضيف فقط الإيدي، هذه المجموعة نضيف فقط شنو قلنا؟ إيدي، مثل الووك، الووك، وورك، بلاي، ستارت، سليب. أوكي؟ نضيف إلها شنو فقط؟ الإيدي، هاي مجموعة الإيدي. هنا عندنا إذا انتهى الفعل بحرف الـ V، العفو الـ E، حرف الـ E نضيف فقط D، أضفنا فقط D لأن الفعل ينتهي بحرف E، liked، lived، أوكي؟ أما إذا انتهى الفعل بحرف Y وما قبل حرف صحيح، يقلب الحرف الصحيح الأخير، يقلب الحرف الأخير اللي هو الـ Y إلى I ونضيف ED. راح أعيدها، حولنا الواي الى اي. ليش؟ لان الواي سبقها حرف صحيح، سبقها حرف صحيح. مثل عندنا study، cry، play، قلبنا الى واي واضفنا الاي دي، ضفنا الاي دي. تمام؟ هنا هذه قاعده الشواذ، مثل ما أخذنا بالجمع قاعدة الشواذ، أوكي؟ أكو أسماء ضفنا لها فقط S، أكو أسماء ضفنا لها ES إذا كانت نهايتها S، دبل S، CH، SH، X، إذا تذكرون TH نضيف لها ES، وأيضا إذا نهايتها Y وقبل حرف صحيح يقلب الواي إلى I وأضيف لها ES. هاي داحشيكم الجمع، أوكي؟ وعندنا جمع الشاذ irregular irregular nouns، أسماء غير قياسية، أوكي؟ نجمعها جمع شاذ، مثل إيش قلنا؟ مثل man man، woman woman، foot feet، tooth teeth، وإلى آخره. أيضا عندنا بالأفعال إضافة، العفو، قلت لكم عندنا بالأفعال إضافة شنو ماما؟ الإي دي إذا حولت الماضي، لكن هنالك أفعال لها حالة خاصة، لها حالة خاصة اللي هي الإز والآم والآر. الإز والآم تتحول إلى واس، الآر وير، الداز والدو ديد، الكان كود، هاز والهاف هاد. أوكي؟ وعندي go صير went، وهذه مهمة دائما تجي، send sent، build built، feel يشعر felt، give gave gave دائما تجي، make made هذه دائما تجي، أوكي؟ leave left، sleep slept، now know، buy bought هاي دائما تجي، tell told، say said وهذه دائما تجي، my teacher said that we should write an email، تذكرون هذه بالإيميل، معلمنا قال يجب أن نكتب إيميل. تمام حبيباتي؟ وهذا اللي موجود في زمن الماضي، اللي موجود في زمن الماضي اللي ما افتهمت عليه واللي ما انتبهت لي بالصف
هسه أنا شرحته حبيباتي، راح أعيد شرح سريع. أنا عندي فعل ماضي، عندي زمن ماضي بظرف دلالة زمنية، من هو؟ اللي هو yesterday، ago، last، last week، last year، last Sunday. تمام، هذا يجي بنهاية الجملة، هاي دلالة زمنية. أنا شو أسوي للجملة؟ الجملة تقول لي أنا فاعل، بيها فاعل وبيها فعل، والفعل حوله لا ماضي، لا لأنه ما عندي فعل مساعد، ما عندي فعل مساعد. فاعل فعل ماضي يعني أضيف له ED إضافة لا تكملة الجملة. أوكي، هذه في حالة مثبتة. الحالة النفي، الحالة النفي تقول أجيب الفاعل وأجيب من عندي did اللي هي الماضي ما تدو والدز، هذه كانت بزمن المضارع البسيط، بالزمن الماضي صارت did. أوكي، ضفت لها not صارت didn't. أوكي، هذا فعل مساعد لازم أجيبه بالنفي، لأن الفعل الرئيسي ما أقدر أخلي له not، الفعل الرئيسي ما يصير أخلي له not. تقول لي جيبي فعل مساعد وحطي له not. أوكي، كلمة not نفي يعني، أوكي يعني معناها لم. أوكي، لم أو لا، فهمتيني حبيبتي؟ فأجيب الفاعل وخلي didn't. بالمناسبة didn't تاخذ كل ضمائر الفاعل، يعني مو مثل do والdoes، do تاخذ I وwe وyou وthey، والdoes تاخذ he وshe وit، لا did تاخذ كل ضمائر الفاعل سواسية عندها. أوكي، I didn't وراها فعل play، I didn't play وراها تكملة الجملة football، وراها دلالة زمنية yesterday. فهمتيني عزيزتي؟ هاي في حالة النفي. في حالة الاستفهامية، إذا عندي أداة استفهام what، where، how many، هنا أكثر شيء الوير تجي، الوات الوين. تمام، مثلا أقول عليه what did he study، what did he study، what بالبداية وراها did فعل مساعد وراها الفاعل وراها الفعل الرئيسي، ماذا درس، ماذا درس، شلون راح أجاوب؟ أقول he studied، didn't حذفت. أوكي، he studied English yesterday، هو درس English yesterday البارحة. فهمتي حبيبتي يوم؟ زين، أو إذا ما عندي أداة استفهام، إذا ما عندي أداة استفهام، بس لحظة، إذا ما عندي أداة استفهام مش حسوي؟ أقدم الفعل المساعد على الفاعل، حيكون جوابي قصير، يعني did you study English yesterday، حيكون جوابي أما yes I did أو no I didn't. اليو بالسؤال بالجواب يصير I. أوكي، اليو بالسؤال بالجواب يصير I. وبعد عندي حالات تحويل الفعل إلى ماضي، حالات تحويل الفعل إلى ماضي، ومثل ما دا تشوفوها هاي قدامكم، هذه أضيف فقط الإي دي، وهنا أضيف فقط الدي لأن نهاية الفعل إي فأضيف له فقط دي، هذه عندي نهاية الفعل واي وقبل حرف صحيح يقلب الواي إلى آي وأضيف إي دي، وهذه عندي الأفعال الغير قياسية الشاذة. أوكي، يعني تركيبة كلها تتغير. تمام حبيباتي، هذا شرح الزمن الماضي، وإن شاء الله افتهمتوا يا بناتي. وبعد عندكم الإيميل مهم جدا، مثل ما شرحت لكم أول شيء تو إلى مثلا أحمد، إلى أحمد subject لازم أكتبهن هذني، هذا الخطوات كتابة الإيميل تو إلى أحمد، subject homework اللي هو هذا قدامك هنا، تو مثلا علي، ماكو داعي أكتب gmail.com. زين، subject
السبجكت موضوع هومورك دير علي عزيزي علي، ما تقدرين تكتبين دير راحت من بالك بالامتحان، تكتبين هاي علي how are you today، كيف حالك اليوم. my brother said you didn't feel well yesterday because you had a cold. I hope you are feeling better today. Okay. At school we looked at using the internet. My teacher said we should write an email for homework. Best wishes مع تمنياتي لك. Okay. مع أفضل التمنيات لك واسمي أكتبه بالأخير. فهمتوني؟ هذا توقيع حبيبتي. هذا توقيع يعني. شلون التوقيع واحد يوقع؟ فهمتي ماما؟ هاي الترجمة مالتها اللي هنا. إن شاء الله خلصنا تقريبا نص يونت 3. شو بقى عندي؟ بقى النص الآخر. النص الآخر دائما يكون قطع مرئية، دائما يكون قطع مرئية وقطع مهمة يعني. فهمتي حبيبتي؟ وشكرا جزيلا.